السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة إن شاء الله هتكلم معاكم عن بذور الشيا. هي نوع من أنواع البذور اللي مفيدة جدا للجسم، وحاجات كتير هنتكلم عليها في الفيديو. دلوقتي أنا هعرفكم عليها. زي ما انتوا شايفين هي حبيبات صغيرة، ملهاش ريحة ولا طعم ولا نكهة قوية، ولكن هي أول ما بتتنقع بتكون مادة كده جيلاتينية حواليها، فحجمها بيتضاعف شوية. أول حاجة هكلمكم عليها عن فوائدها، أنا عن يعني من خلال تجربتي الشخصية ليها، أنا ليا فترة بستخدمها. هي أول حاجة للناس اللي هي بتفكر إن هي تخس ممكن تستخدمها، وأنا هوريكم كذا طريقة ليها إزاي تقدر أي واحدة بتفكر إن هي تخس تستخدمها في البيت بمكونات موجودة في البيت متوفرة يعني، وفي نفس الوقت هي مغذية ومفيدة جداً. طبعا زي ما انتوا عارفين غنية بأوميجا 3 وفيها بروتين وكالسيوم أكتر من الحليب، وفيها كمية عالية من الألياف، وممكن نعمل بيها ماسكات للبشرة أو الشعر، ولكن أنا بفضل إن احنا ناخدها يعني عن طريق الفم أفضل. وهي مضاد قوي جدا للأكسدة. طبعا أول ما بنسمع احنا مضاد قوي للأكسدة يعني بنعرف إن هي مانع قوي لمرض السرطان، ربنا يعافي الجميع منه. طبعا يعني زي ما انتوا شايفين الكمية بتاعتها اللي احنا نقدر نستخدمها، يعني انا عن نفسي بستخدم منها كل 3 ايام بستخدم منها معلقة صغيرة، يعني معلقة صغيرة بس اللي هي بنستخدمها في البيت، اكبر من دي شوية فهتبقى مليانة عندي شوية. معلقة صغيرة كل 3 ايام، ياريت ما نزودش عن كده عشان هي من البذور اللي لما بتنزل الجسم بتنتفخ جدا، فبتحسس الواحد بالشبع، فيعني بتعتبر هي كوجبة، ولازم بعدها الواحد يقعد يشرب مية كتير جدا عشان يعوض كمية السوائل اللي هي بتمتصها جوه الجسم. انا طبعا يعني مش هعرف اقول لكم على فوائدها بطريقة علمية مفصلة، انا هسيب لكم كذا رابط لفيديوهات لدكاترة يعني هيكلموكم فيها عن بذور الشيا وفوائدها العلمية بطريقة مفصلة طبعا اكتر مني، لكن انا بكلمكم هبقى اسيب لكم الرابط بتاع الفيديوهات دي في صندوق الوصف. اول من الحاجات طبعا اللي هي بتعملها طبعا تحسين مظهر البشرة والشعر بطريقة حلوة جدا يعني، ودي من الحاجات اللي انا برضو حسيت بيها لما استخدمتها، وهي المفروض ان هي تبقى في الغذاء بتاعنا، يعني مش حاجة بس لو حد عايز يخس او يعني او حاجة معينة لسبب معين، لا احنا ممكن نستخدمها يعني في غذائنا كحاجة اساسية ورئيسية. هقول لكم دلوقتي ازاي نقدر نستخدمها بكذا طعم وممكن احنا يعني نحبها، يعني انا من ساعة ما استخدمتها ادمنتها وبقيت احس ان هي جزء من نظام الغذائي يعني اللي انا برتاح عليه. اول حاجة هنستخدمها هناخد منها هنا معلقة، بسم الله هزودها شوية عشان المعلقة دي صغيرة. هحط عليها زبادي، هنقلبها كده مع بعض، هنحاول نمزجها كده كويس خالص. وممكن تحطوا عليها اي فاكهة انتوا حابينها، يعني تحطوا عليها كيوي، تحطوا عليها مانجا، يعني اي فاكهة انتوا عندكم تحبوا تحطوها عليها. ممكن احنا ممكن نزود عليها برضو معلقة عسل نحل عشان يديها طعم حلو. وهنسيبها ممكن نسيبها تلت ساعة، ممكن نسيبها ساعة ساعتين، ولكن هي كل ما بتتنقع يعني فترة أطول كل ما بيبقى أحسن وأفضل يعني، ولكن هي فيها يعني لما بتيجوا تاكلوها بعد كده بتلاقوا فيها سنة قرمشة كده حلوة جدا زي الحبوب السوداء اللي في الكيوي،
عملنا اول طبق معانا ممكن ينفع في الفطار او العشاء زي ما انتوا شايفين، الزبادي وبزوي الشاي ومعلقة عسل نحل بس. على فكرة الطبق ده بيشبع جدا. تاني حاجة انا بوريكم طريقة وانتوا تقدروا تعملوا الحاجة المتوفرة عندكم. نحط معلقة، هنحط عليها حليب عادي، هنحط عليها حليب عادي اهو، هنمزجها كويس. ممكن برضو نحط عليها معلقة عسل نحل. بصوا هي باينة كده شوية كده على الوش، لما بنسيبها شوية بتكون بقى المادة الجيلاتينية اللي هي على كل حبة، فبتخلي الخليط سميك شوية زي المهلبية كده. هنحط ربع معلقة فانيليا عشان تدي بس كده طعم. جربوها على فكرة هتعجبكم جدا. وهحط عسل نحل، هحط معلقة، انتوا كل يوم ممكن يعني كل مرة قصدي تعملوها ممكن تجربوا حاجة شكل، مرة تعملوها بالزبادي، مرة تعملوها باللبن، لو في لبن جوز هند يبقى افضل طبعا، يبقى حلو جدا، او كريمة جوز هند. وده كان تاني طبق معانا بعد طبعا ما بصوا هي بدأت هي تعمل المادة الجيلاتينية، فهتتقل تتقل وهتتقل الخليط. هعمل معاكم دلوقتي تالت طبق. تالت طبق عندي هنا معجون تمر، هحط عليه لبن رايب، هقلبهم كويس كده مع بعض. بعد ما قلبت التمر مع اللبن الرايب هحط معلقة زوشية، هقلبها فيهم كويس. طبعا التمر عشان مسكر فمش هحط عسل نحل. الناس اللي مش بتحب الحاجة المسكرة ممكن تستغنى عن عسل النحل تماما يعني. وهسيبهم برضو يتنقعوا. اخر طبق هعمله معاكم عندي مانجا، يعني مكعبات بسيطة جدا انا ضربتها في الخلاط فعملت معايا المعجون ده. هحط عليها معلقتين زبادي، هحط عليها معلقة بزو شير، وهقلبهم كويس مع بعض. الطبق ده طعمه حلو جدا برضه، خاصة دلوقتي موسم المانجا فتقدروا ان انتوا يعني تعتمدوا الطبق ده. وهنسيبه برضو يتنقع كده. انا عملت معاكم اربع اطباق تقدروا يعني تنوعوا فيها زي ما انتوا عايزين او حسب الحاجات اللي موجودة عندكم. ده الزبادي والعسل، تقدروا تضيفوا عليه شوكولاتة كاكاو زي ما انتوا حابين، زي البودنج يعني اللي احنا بنشتريه كده. وده لبن وفانيليا، بصوا شايفين قوامه تقل ازاي. ممكن نحط معاه زبيب يعني نخلي القيمة الغذائية بتاعته أعلى شوية، وجوز هند نقلبهم كده فيه، بيبقى طعمه حلو جدا على فكرة. وأنا عندي هنا الكاسات دي هحط فيها البودنج الشاي اللي أنا عملته بالمانجا واللي عملته بالطمن. كده انا عملت معاكم النهاردة بودنج الشيا بالمانجا وبودنج الشيا بالتمر، وزينته طبعا بقطع تمر، وبودنج الشيا
باللبن بالحليب، وحطيت له جوز هند وسنة فانيليا وبودنج الزبادي والعسل، ورشيت عليه قرفة، بتدي طعم حلو جدا طبعا، وبتساعد في الحرق يعني الناس اللي هي بتحب تخس. وأهي بذور الشيا، أتمنى منكم إن انتوا تجربوها إن شاء الله. وبشكر كل الناس اللي هي اشتركت عندي جديد في القناة، وبتمنى منكم إن انتوا لو عجبكم الفيديو النهاردة تعملوا لايك وتشيروا لكل أصحابكم عشان يستفيدوا بالمعلومات اللي في الفيديو النهاردة. وشكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.